عليك أن تسارع إلى حل الأزمة الداخلية يا سيتبون، لأن القادم أسوأ، لأن القادم أسوأ، لأن القادم أسوأ. والهروب إلى الأمام ليس حل، لأنه نسمع فيديو كما هذا يا الآن، نعطيكم هذا الفيديو اللي سمعته ومن بعد نختم به ونقول لكم بغى على خير. والله نعطيكم هذا تسمعوه ونقول لكم بغى على خير. ربما عن سوء فهم تجاوزت صلاحية نتاعها، ولكن كل شيء توقف وتلغى. والعيشة اللي صفقين عاد يجدكم الحلو بالحلو. هنا باش نطمن بعض الإخوان بالنسبة لتضخيم الفواتير وهذه، نهنيهم ولا واحد يفرض عليهم الشيء اللي ماهوش معقول. صح كانت فيه لجنة ربما عن سوء فهم تجاوزت صلاحية نتاعها، ولكن كل شيء توقف وتلغى. إذا كان ضرب بالتليفون نكسروا على حياتنا، نحيل في هذا الهيشة اللي يصفقوا طحين ولا خوف ولا فاهمين وش راه يقول. إذا راكم فاهمين وش راه يقول راه يناقض في نفسه، إذا راكم فاهمين وش راه يقول تبون راه يناقض في نفسه، راه يجلد في نفسه. إذا ماكمش فاهمين يا زوايل علاه قاعدين تصفقوا؟ لأنه هل الزوايل اللي صفقوا الآن هما نفسهم اللي صفقوا نهار اللي كانوا يضحكوا على تبون ويذبح فيه علي حداد وما شر فيه؟ نهار اللي كان علي حداد يسب في تبون ويقراو في كلوب دي با نتاعو كي كان يقول علي حداد هكذا، هذا الهيش اللي يصفقوا اليوم هو نفسهم اللي كانوا يصفقوا الطحاحنة المرخص، هو نفسهم اللي كانوا يصفقوا. يعني مش فاهم انا قسامهم الحلوف هذو علاش يصفقوا؟ وش يقول تبون؟ سي تبون يقول لهم باللي واحد ما يفرض عليكم تعامل اقتصاديين، واحد ما يفرض عليكم، واحد ما يلعب هاش يكون عليكم، راكم في دولتكم وكذا وكذا، واللجنه اللي تعسفت وداروا وكذا وكذا عاقبناهم وحليناها ودرنا وكذا وكذا. شكون اللجنه هذه؟ هذه اللجنه اللي كانت تعصر في رجال الاعمال ويقول لهم ديروا الصف وخلصوا 500 مليار بدون اي سند قانوني، وقلناها قلت لكم هذه خارج اطار القانون. انا قلت لكم اللي كانت تخدم كي كانت اللجنه تخدم وتشد في الدراهم، قلت لكم هذه لجنه غير قانونيه خارج اطار القانون. المفروض كاين محكمه تحكم عليك وعندك حريه الاستئناف، تروح المجلس، مجلس تروح المحكمه العليا. هذا لا لا يجيك هنا يعصرك تراك احكم. قوس قرمه قال تبون قال هذه اللجنه تجاوزت صلاحياتها وحبسناها. اوكي هذه اللجنه هذه شكون اللي دارها؟ شكون اللي دارها اللجنه هذه؟ دارها الرئيس. اوكي هذه اللجنه شكون اللي فيها؟ فيها اعضاء الحكومه، وهذو اعضاء الحكومه تجاوزوا صلاحياتهم، معناتها تجاوزوا صلاحيات اللي اعطاها لهم الرئيس، يعني تعسفوا، يعني تشوكروا، يعني حقروا، يعني داروا قراعهم عكس ما امرهم به الرئيس. الرئيس قال لهم روحوا 4 ايام، هم راحوا 6 ايام. هذا واش نفهم انا؟ انا كمواطن كعرار فارغ شغل قاعد قاعد كما يقول رؤوف، وراك سي رؤوف القسام خي قلت لي نجي لندن بطلت، هاني نستنى فيك خي قلنا باش تجي نروحوا نضربوا فيها زوز زنجبيل بالنعناع. المهم كما يقول رؤوف قاعد قاعد نراقب ونشوف، نلقى باللي الرئيس تبون يقول باللي هذا هو اللجنه تجاوزت صلاحياتها. واش معناتها تجاوز الصلاحيات؟ معناتها هذا هو ما احترموش القانون، معناتها ما احترموش التعليمات. اذا النتيجه ما هي؟ النتيجه انني نحل اللجنه ونعاقب الناس اللي ما احترموش القانون، الناس اللي تجاوزوا صلاحياتهم نعاقبهم. هيا انت ما تصلحش. وزير الصناعة هو نفسه، وزير العدل هو نفسه، وزير الداخلية هو نفسه، الوحيد اللي مسحوا فيه الموس وذبحوه وكان مذبوح في الصيف كما يقولوا في العيد ربيع عشر مذبوح مذبوح هو مدير الجمارك. الوحيد اللي تنحى من اللجنة هو مدير الجمارك. وزير المالية ما زالوا، وزير الداخلية ما زالوا، وزير العدل ما زالوا، وزير الصناعة ما زالوا، وزيد الاخرين مش عارف شكون اللي كانوا معاهم في اللجنة من غير هذوا نفسهم. والسماء صافية والعصافير تزقزق والشمس مشرقة والدنيا هانية. دوكا واحد كيجي يقول لي كلام كما هكذا وانا نصفق له، معناتها يا اما راك تحشيلي يا اما انا راني فايق لك بلا راك تحشيلي ونحشيلك ونضحك عليك.
انا ما نديرهاش، انا ما نديرهاش يا تبون، ما نخليك تحشيلي، ما نصفق لك ونقول لك راك صحيح. انا ما نقولكش كي نجي لك فوق الحمار نقول لك مبروك عليك العود، ما نقولهاش. انا نقول لك يا سي تبون احسنت عندما تحسن لمصلحه الدوله، واقول لك اسات عندما تسيء انت ولا اي مسؤول، لان خوفنا على مصلحه البلاد هو الذي يدفعنا الى قول الحقيقه، الى دق ناقوس الخطر، الى كشف وفضح الممارسات التي تضر بالمصلحة العليا للوطن. من العيب والعار، من العيب والعار أن ننسى أخطائنا ونرتكب أكثر منها فظاعة. المشكل أنه ننساو أخطائنا ونرتكب أخطاء أكثر منها، على الأقل نتذكر وقال يا ودي غلطنا ونصحوا الخطأ ونعتذر من الناس اللي غلطنا معاهم، ونعيد تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ونعيد الثقة ما بين المواطن المواطن والحاكم المحكوم، ما بين المواطن والمسؤولين والحكومة، نعيد رد الاعتبار للإنسان الجزائري الذي أهين، الذي أهين من قبل حكامه، الذي أهين من قبل حكامه. نعم، رد الاعتبار مهم ومهم جدا. إعادة المياه إلى مجاريها، يعني بسط مصالحة وطنية ولم شمل بالمعنى الحقيقي، أمر ضروري وضروري جدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن السفينة راح الغرق، السفينة راح الغرق. لازم مصالحة ولم شمل، لا نقصي فيه أحد إلا من أقصى نفسه. شكون اللي أقصى نفسه؟ الخونة والعملاء اللي حطوا يدهم في يد الخونة، اللي حبوا الخراب للجزائر، وحبوا ثورة شعبية في الجزائر، وحبوا تقسيم الجزائر، وحبوا تحطيم الجزائر. هؤلاء الخونة لا تصالح، لا تصالح معهم. بينما الناس اللي غلطوا وتابوا مصالحة لازم، ولم شمل مصالحة ولم شمل. لماذا؟ لماذا؟ ليس حبا فيهم، بل حبا في استقرار الجزائر، لأن استقرار الدولة الجزائرية مبني على عامل مهم وأساسي وحساس، وهو ماذا؟ استقرار الوضع الداخلي، تهدئة النفوس، تماسك المجتمع، المحبة ما بين الشعب الجزائري، والخوف على المصلحة العليا للوطن هو الذي يجنبنا أي مخاطر خارجية، لأن الخطر الخارجي آت الخطر الخارجي والمؤامرة الخارجية تستهدف المنطقة ككل، الساحل والصحراء، وتستهدف الجزائر بالخصوص. لماذا؟ لأنه أقوى منطقة، أو بالأحرى أقوى دولة في المنطقة هي الجزائر، أقوى دولة في المنطقة هي الجزائر. نعم، الجزائر أقوى من السودان، الجزائر أقوى من ليبيا حاليا، الجزائر أقوى من تشاد، الجزائر أقوى من مالي، أقوى من النيجر، أقوى من كوديفوار، أقوى من السنغال، أقوى من موريتانيا، أقوى من المغرب، وأقوى حتى من مصر. نعم، الجزائر أقوى من مصر بكثير. لماذا؟ لأن الجزائر ليست لديها ديون خارجية، وبالتالي قوية، بينما مصر قوية عسكريا وقوية استخباراتيا وقوية في الشعب وقوية، لكن عندها ديون خارجية خانقتها، ما عندها وين تحرك. مصر وين تتنفس يخنقوها بالديون الخارجية، بلع عمك رجع لي دراهمي، ليه هضر معاه رجع لي دراهمي يا سي، لعبها راجل وكذا رجع لي دراهمي وبعد تحلف امك. بينما الجزائر لا، ما كاش اللي قلنا رجع لي دراهمي، احنا بالفعل اقوياء لانه ما عندناش مديونية خارجية، وبالتالي الجزائر دولة قوية وعندها ثروات، اقتصادها
الحكومي، اقتصادها الحكومي قوي، اقتصادها الشعبي مدخول على وادي الحلوف بالحلوف. الدولة غنية والشعب فقير. الدولة مش وقتك يا. الدولة قوية والشعب فقير، هذه أزمة وكارثة ومعادلة صعبة، ولكن الأهم هو أن الدولة قوية. إذن هاته الدولة القوية، هاته الدولة الغنية، هاته الدولة المحورية، هي محل اهتمام واستهداف قوى الشر، هي محل اهتمام واستهداف قوى الشر لاستنزاف خيراتها وتعويض خسائرها التي تكبدتها في أوكرانيا وفي قطاع غزة وفي كثير من مناطق العالم. اكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء معكم في موعد قادم بإذن الله. ألقاكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.